الو، عاش من سمع صوتك. كنت فين المده دي كلها؟ مالكش دعوه انا كنت فين ولا هبقى فين. معلش يا باشا، ده انت طول عمرك اللي بتسال واحنا اللي بنجاوبه. نفسي مره واحده انا اللي اسالك. ماشي يا سيدي، وانا هجاوبك. كنت بتجوز؟ ها، ارتحت؟ الف مبروك يا عريس. طيب كنت تعزمنا على الفرح؟ اقل واحد هنشرفوك ونقوموا معاك بالواجب. معلش، حقك عليا، كانت حفلة عدية كده أسرية. ماشي يا عريس، حديك 10 أيام أجازة وبعديها حتفضالي. ربنا يحيينا ويحييك إن شاء الله. مع السلامة يا دياب. حاجة تقرف. صباح الخير. صباح الفل يا حبيبتي. مين دياب؟ بسألي ليه؟ اسمه غريب يعني. واحد من العملاء بتوعي، بس بعد عنك زنان ما وردش. اه بالحق، بقول لك ايه، في ناس جايه تعاين الفيلا النهارده عشان هيركبوا كاميرات. ايه الحكايه يا حسين؟ مقفل البيبان والشبابيك بالحديد ودلوقتي جايب لي كاميرات، في ايه؟ محدش بقى ضامن حد يا مان. اليومين دول الناس بقت وحشه، الشر مفيش اكتر منه، وانا ما بقتش اعمل لحد. دمباه. ايوه يا انسه ديدي، ازيك؟ اخبارك ايه؟ وزي مستر البير، عايزك تطمنيه من فضلك. ما انا عرفت، بس كان بدي بس اتشكرك على مجهودك المتميز. شكرا على واجب، ربنا يخليكي. الف مبروك على الجواز. الله يبارك فيك. الحمد لله الحمد لله. مع اني مستخسرتك كتير بالجواز. حدش بياخد اكتر من نصيبه يا انسه ديدي. الحمد لله الحمد لله. سوري حسام، انا مضطر اسكر هلا، برجع بحكيك بعدين. اوكي، يا ريت يا ريت يا ريت. مع السلامة، مع ألف سلامة. أوكي باي. أهلا يا دياب، كيفك؟ إزيك يا ديدي؟ اسمعي يا ديدي، عاوزكم تبعتوا لي 1000 حتة، والسعر حنتفقوا عليه بعد التسليم. كمان يا دياب؟ بدك تدفع بعد التسليم؟ أيوة، أنا قصدي كده عشان أعرف غلاوتي عنديكم. دياب أنت بتعرف إنه غالي عنا، بس ما بدك توخذنا بهالفترة، علينا ضغط كتير وما رح نقدر نعطيك الكمية كلها بالموعد المحدد، بس أنا بوعدك أول ما يتوفروا عندي رح أتصل فيك. في إيه يا ديدي؟ أنتوا صغيرين مش عارفين تلموا لي 1000 حتة؟ بالعكس، نحن كبار بالسوق، وطلبك أنت نقطة ببحر الطلبات اللي عنا إياها هلأ، والأولوية أكيد بتروح للناس اللي طالبين كميات أكبر. إيه يا ديدي؟ يعني أنا قليل؟ دياب حبيبي ما تفهمني غلط، أنا بس عم قلك إنه مزنوقين شوي لأنه الطلبات بالسوق كتير علينا، بس أول ما يصيروا عندي وحياتك لعيونك. سلام سلام يا ديدي، سلام. يقول هذا الكلب. خير يا دياب؟ موردين اللي برا مش هيجيبوا لي البضاعة، عاوزين يعطلوا شغلي. اها، جت من عند ربنا، وبكفاياك الطريق الوعر ده عاد. بطل بمزاجي مش غصب عني، بس الغريبة انه ديدي أول مرة بتكلمني كده. سلام يا منصور. ألف مبروك يا طاهر، ألف مبروك. يعني بكده بيقولنا ظهري نتسدوا عليه. كله من خيرك يا سي دياب. يعني انت كده يا طاهر بقيت نايف في المجلس زي عمي صادق بيه؟ يعني يا ست حكمة، حاجة زي كده تستاهل كل خير يا طاهر. الله يبارك فيك يا ست حكمة، بس انتوا لازم أن تعرفوا انني مهما كبرت لا ممكن اكبر عليكم ابدا، ده انتوا الخير والبركة والعين ما تعلاش على الحاجب. فيك الخير يا طاهر. وحدان، مالك مساهم كده ليه؟ ابدا يا سيدي، بس بلغني من ناسنا في الصعيد ان في حد بيبيع سلاح، وفي عائلات كتير بتشتري مني باسعار اقل من اسعارنا بكتير. هو مين ده؟ ايه ايه، هو في حد يستجري يبيع حته سلاح واحده في المنطقه من غير اذنني؟ مين المأسوف على عمره ده؟ دول اتنين يا طاهر، اتنين، واحد اسمه البوبو والتاني اسمه لعلو. البوب ولعلو دول رجالة حسام. رجالة حسام؟
يبقى ودي الهلال بيلعب من ورانا. ما هو جايز هم اللي ولاد حرام وبيلعبوا من وراه يا سيديان. هم مين دول اللي بيلعبوا من وراه؟ هو اللي بيلعب من وراك وبيستخفلكم ومسرح رجالته بالبضاعة. قلت لك قبل سابك اقتله، رحت حطيت يدك بيده وكبرته لغاية ما بيجي ينهش فيك. اهو كل يوم عن يوم بيكبر لحد ما هيجي اليوم اللي مش هتقدر عليه. يعني خرجت من الفانوس وظهرت في عز النهار وخطرت بنفسك ايه؟ مش خايف؟ الضروره ليها احكام، قصدي الخيانه ليها احكام. يا ساتر يا رب. خيانه؟ خيانه مين لمين بالظبط؟ اسمع ما تلمعش معايا، انا عرفت كل حاجه. وحش وحش يا دياب، قصدي يا مستر ديابو. بالرغم من الكره اللي في قلوبنا لبعض كده لله في لله، الا اني لسه عند وعدي، لاني ما تعودتش اخلف اتفاقاتي حتى مع الناس اللي ما بقبلهمش يا اخي. والدليل على كده ان سرك لسه في بير، والا كنت سلمتك للحكومه. وشغلك مع البير والبضاعه اللي بتدخلها لحسابه دي بتسميها ايه؟ ما بتسميهاش خيانه؟ بزنس بزنس يا دياب، بزنس از بزنس. زي ما انت كنت بتقصدني في سلاح بدخله لك وباخد نسبه، هو كمان بيقصدني فبدخله له وباخد نسبتي. فيها ايه دي؟ انت بتشتغل لحسابه ولا لحسابي؟ ايه ده اللي طقلك عرق؟ انا لا بشتغل لا لحسابك ولا لحسابه، انا بشتغل لحساب نفسي وانت عارف كده كويس. انت بجديه بتقسم السوق بيناتنا وهتعصي الموردين علينا. والله كل شيخ وليه طريقه، وانت واضح ان انت قدمت لمؤاخذه، طريقتك بقت قرد فاشل، ما بقتش تيجي على هوا الموردين والناس اللي بتشتغل، خلاص خسرت زباينك، نصيحتي ليك بقى تقعد مع رجالتك كده وتراجعهم وتشوف اخطائك فين وتصلحها. انت اللي هتقول لي انا هعمل ايه؟ انا ما بقولكش، انا بنصحك نصيحه لوجه الله، عايزني ادخل لك سلاح؟ ادخل لك سلاح طالما اخد نسبتي تلت ومتلت. انما بقى تحتكرني وشغل النصب ده ما ياكلش معايا. بعد ما مديت لك يدي وكبرت بتعض اليد اللي اتمدت لك. واللي خلق الخلق هقلب عليك شياطين الانس والجن يودي الهلال. طب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تتحرق شياطين الانس على الجن، ولو كترت في الكلام هحرقك فوق البيع. انت بتهددني؟ حاشا لله، انا لتاني مره بنصحك، ويا ريت تحط الكلمتين دول حالها في ودنك وما تتهورش، عشان شغلتنا دي اللي بيتهور فيها بيتعور، وانت مش حمل تعويره، وانا صبري ابتدى ينفد، ابتدى ايه؟ ينفد، وهقلب عليك القديم قبل الجديد. انا اللي هقلب عليك القديم والجديد. اسمع يا ود الهلالي، الواضح انه طريقنا بقى مختلف من النهارده، خد بالك وانت ماشي. خير ان شاء الله، محدش ضامن عمره. الاعمار بيد الله يا ولد البطاش. وبعدها لك تاني، لو قربت مني احرقك. حلو عجبتك؟ وديني ومعها عبد احرقك يا دياب. يلا شباب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. خير يا دياب؟ فيه ايه حصل؟ ودي الهلالي طلع هو اللي محرك رجالته ومشغلهم لحسابه، وطلع متفق مع البير من ورانا
وعاملين رباطيه علينا ومنومنا على ودانا. قلت لك ودي الهلالي ده حيه وسمها فاير ومش هيهدى غير لما تتقطع راسه. واللي خلق الخلق لقطع راسه وهدان. قومي يا سيدي. اتصل بطاهر. طاهر كمل خوه قال لي انه مشغول وبيحضر لجوازه. جوازه يا ولاد الكلب. هلا هلا هلا. تاخد عريان وتروح للمعلم بارود تسلمه البضاعه بتاعته وتاخد منه شيك بالمبلغ تخليه يظهره العريان وبكره الصبح يروح يصرف المبلغ ويحطه في البنك. صح صح وفتح عينيك. ها يلا خد بالك من نفسك. سلام. ايمان يا رجاله مش عاوز ود الهلال يطلع مني يا حي. فاهمين ولا لا؟ ايوه. سلام.